قالوا علي مجنون. أنا مجنون؟ إيه المصيبة اللي إحنا فيها ده يا جدعان؟ اتحركوا اتحركوا براحة وخلي بالكم كويس أوي. هو في طريقة ممكن تكسب بيها على طول؟ هي فكرة بدايتها طاعة. عارفين أنت بس الطريق. ونهايتها مكسب. كل لحظة بتمر بتضعفوا أكتر. باب اتقفل لوحده. حد يرد علينا. ده شكلها كده كله قضا اسخن من اللي قبلها. شوف الحقيقة هنا في بيتي. عارف مفيش حاجة مضمونة. أنا اتبهدلت في حياتي كتير قوي. وانت لسه شفت حاجة؟ كتر الأفكار اللي بتجيلي اللي بتبقى هتجنني. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ كتير هناك. أنا خايف! أنا خايف! ولسه أكتر. يعني أنت كنت السبب في موت مراتي. إيه سعيوكي إيه؟ شيطان؟ شيطان. أنا عايز أرجع المركز بتاع زمان. مش عارف. يجننك يفضل طول الوقت في حياتك. عارف ان انت كده كده هتحرق في نار جهنم، بس انا عايز اخد حقي بايدي.